أصدر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم الكاف عقوبة ضد نادي وفاق سطيف الجزائري بإجراء مباراته المقبلة يوم السبت أمام مازيمبي الكونغولي في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا من دون حضور الجمهور. تفاصيل أكثر مع مراسلنا حسين بوصالح من مدينة سطيف. قبل يومين من المباراة التي يستضيف فيها وفاق سطيف الجزائري فريق مازيمبي بالدور النصف النهائي لرابطة أبطال إفريقيا، جاءت عقوبة الاتحاد الإفريقي لكرة القدم مفاجئة لأنصاره بإجراء المقابلة بدون جمهور، وهو الخبر الذي لم تتقبله الأنصار، فما بالك من كان ذات يوم صانع أفراح النادي. المقابلة في الدور النصف النهائي تاع كرة نصف نهائي كأس إفريقيا بدون جمهور تما ماهيش مقابلة تما. يعني انا واحد من اللاعبين من قدماء اللاعبين كاين القرار كازر، انا واحد تفاجات بهذا القرار، انا المعنويه تاعي طاحت بالنسبه لي، ما بالك اللاعبين اللي راهن يجريوا اللقاء هذا بعد يومين او ثلاث ايام. محمد هو الاخر الذي جاء من فرنسا خصيصا لمقابله الوفاق، صدم بهذا القرار. اثر على اللاعب احنا انا واثر فيا دوك كي سمعتها. أنا جدا متأثر لهذا القرار المفاجئ، ها هي تذكرة سفري، جئت لمساندة الوفاق فأنا أتنقل حيثما رحل الفريق، وحتى زوجتي تصفني بالمجنون، لكن مع هذا سأبقى وفيا للفريق. رئيس نادي وفاق سيف حسن حمار اعتبر القرار بالمجحف وتوقيته بالمؤامرة، لكنه اعتبر أنه قد يحفز اللاعبين أكثر على الفوز. كاف ولا ما كان حتى إشكال، لكن التوقيت تاعو هنا تحس باللي فيه مؤامره، فيها جزئين في هذه، كاين تقدر تاثر وفي نفس الوقت تقدر تكون حافز ودافع معنوي للاعبين تاعنا، وحنا كاداره مجلس اداره باش نأديو مقابله كبيره. جمهور غفير اجتمع هنا بالمقهى الخاص بمشجعي وفاق سطيف، الخبر نزل عليهم كالصاعقه، لكنهم يعقدون املا كبيرا بان تكون هذه العقوبه دافعا قويا للاعبين سهره السبت. حسين بوصالح، بي سبورتس، من مدينه سطيف الجزائر.